ما في داعي، انت رح توصل له اياهم بشكل شخصي. لا تقلي مالك رايح على العزيمه. بلا، وانت رح تروح معي. انا بس بابا، انا ما عزمني ابو الوليد، يعني بركي تضايق من هالحركه. لما بيبعت مسعود ليعزمنا وانت موجود وما بيعمل لك قيمه، ايه هون لازم نفهمهم ونعلمهم كيف يعملوا النايمة. بس والله يا بابا، انا عم اقول بلا ما نضايق هلا حدا مثل ابو الوليد. انا بصراحه نأزني قلبي من اخر مره بالمشفى، من بعدها صرت عم خاف عليك كثير. شوف، ما في حدا بينبسط لما بتكبر وبتطلع من تحت جناحه، بس باخر اللعبه كمان ما حدا بيضل بمكانه. نحن لازم نبعث رساله لابو الوليد انه مكملين، وعم نستنى رسالته الثانيه وعم نتوقعها. كبير يا ابو رائد، كبير. الله يخلي لنا اياك شمع فوق راسنا. روح هلا على شغلك وجهز لي حالك للمساء.